تمكنت مصالح أمن ولاية البيض من حجز 5200 قرص مهلوس و24 مليون سنتيم وسلاح ناري. هذه العملية عالجتها مصالح أمن ولاية البيض، وفي سياق العملية تم توقيف المركبة وعلى متنها شخصين وامرأة في عملية تفتيش المركبة، حيث تم العثور على المحجوزات. وكذلك في سياق العملية تم حجز سلاح ناري من الصنف السادس بدون رخصة. بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم الأربعة، أين أصدر في حقهم في حق اثنين منهم 9 سنوات حبس نافذة و20 مليون سنتيم غرامة مالية وحكم البراءة للاثنين الآخرين.